في انتقالك بقى من الاسماعيلي للاهلي يعني، وكانت اعلى معدل تهديفي ليك، كان ميدو استشرت ميدو استشرت حد؟ لا لا انا ميدو بس كلمته من ساعه ما مشي بقى. حسيت الدنيا هتقف معايا، بس رجعت تاني اللي انا وقفت يعني حاولت لا يعني ما تركزش في كده، ركز في شغلك. قال لي ركز في شغلك وما لكش دعوه باي حاجه وربنا يكرمك ان شاء الله. كنت اتمنى ان ميدو يكمل تجربته مع الاسماعيلي؟ كنت اتمنى. زعلت من مشي؟ جدا. حسيت انه ظلم؟ في مشاكل بقى مش عايز اخش فيها في تفاصيل، انا مش عايز اتكلم، بس هو يعني هو مظلوم في الحته دي يعني. هو مظلوم. رحت الاهلي. رحت الاهلي عرضا وحبا ولا كان في اكيد كان في عندك عروض كتير يعني، اكيد كان في خناقه، ولا ما كانش عندك غير عرض الاهلي؟ لا وكان في كان في زمالك برضه. انا عشان كده بسالك. لا بس الاهلي طبعا. الاهلي طبعا حبا طبعا. حبا يعني ما كانش احتراف وكل حاجه حاجات كتير يعني. ما كانش فيه مقارنات ماديه ولا انت ما ركزتش على الماده خالص؟ انت اخذ الاهلي اهلي مهما، حتى لو عرض الزمالك زي رايح الاهلي ما ركزتش في ماديات خالص. يعني احتراف انت دايما بتدور على الاستقرار، عشان ما تاخدنيش في حته ثانيه. انا دايما بدور على الاستقرار. على فكره انا بجيبك من اول الحلقه يعني، انا لو سبتك هطمن عليك. والله والله انا دايما بحب الهدوء ده، شغال في هدوء. مفيش مشاكل حواليا. النادي الاهلي في الحته دي، فانا بحب اشتغل في المنظومه دي. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، وانا كان يعني رقم واحد عندي النادي الاهلي. لقيت في الاهلي راحتك النفسيه؟ طبعا. يعني واضح ان انت الحاجات دي بتفرق. في ضغوطات وكل حاجه طبعا، ده طبيعي في نادي الاهلي. بس طبعا طبعا واضح ان انت الحاجات دي بتفرق معاك بشكل كبير يعني. طبعا دي اهم حاجه عندي طبعا. اول ما رحت الاهلي اتصبت فتره مع مارتينيول. اول ما جاي رحت له كان عندي الضمه، كنت رايح من نادي اسماعيلي عندي الضمه، ففي ماتشات نزلتها في الاول هم كانوا محتاجيني، فدوست على نفسي ولعبت شويه. بعد كده ما طلعنا من افريقيا في ماتش نزلته كده، طلعنا من افريقيا، فقلت لهم لا انا لازم اتعالج بقى. ساعتها الباشمهندس محمود طاهر سافرني المانيا ساعتها كده، في المانيا فتعالجت منها هناك يعني. ورجعت مشيت الدنيا بشكل جيد. بشكل جيد. فاضل لك انت سنه في عقدك صح؟ فاضل لي سنه. الاهلي فتح معاك الموضوع؟ انا حاسس انت من غير ما يفتح معاك الموضوع الشغلانه مقضيه يعني. انا بس اللي هي الحياه ترجع بس ان شاء الله كده، ونرجع تمرين تاني، وان شاء الله لو في خير انا هجدد في النادي، في ما فيش خير. بحب النادي الاهلي.